نعم منى، يعني قبل دقائق من الآن وصلت شاحنة تحمل 80 جثمانا لشهداء فلسطينيين استشهدوا في أوقات سابقة، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد احتجزت هذه الجثامين. حتى اللحظة لا يعرف من أين تم يعني سرقة جثامين الشهداء، سواء كان من مجمع الشفاء الطبي أو من مناطق أخرى في كمال عدوان أو شمال قطاع غزة أو من محور نتسريم أو من المقابر في مدينة خان يونس والمنطقة الشرقية، عندما توغلت الدبابات الإسرائيلية وسرقت عدد من جثامين الشهداء. الشاحنة وصلت قبل قليل إلى داخل قسم الطوارئ والاستقبال ومنه إلى مشرحة الموتى، ومن المتوقع أنه بعد 20 دقيقة من الآن سيتم تشييع ودفن جثامين هؤلاء الشهداء في المقبرة الغربية لمدينة خان يونس والواقع جنوب مجمع ناصر الطبي. هذه الجثامين هي ربما الحالة الرابعة في مدينة خان يونس على وجه التحديد التي يتم فيها تسليم عدد من جثامين الشهداء ويتم دفنهم في مقابر جماعية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وكانت أيضا مدينة رفح قد شهدت أيضا هي الأخرى دفن لعدد كبير من جثامين الشهداء التي تم تسلمها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ودفنهم في مقبرة حي تل السلطان غرب مدينة رفح. هذه الظاهرة تكشف عن الوجه الحقيقي للجرائم المروعة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال تجريف جثامين الشهداء وسرقة الجثامين من مجمع الشفاء ومن كمال عدوان ومن الأندونيسي ومن مقابر الشهداء في شرق ومدينة غزة وأيضا في خان يونس. وبالتالي بعد 20 دقيقة سيتم تشييع جثامين 80 شهيدا أطفالا ونساء ورجالا، يعني سيتم دفنهم في مقبرة خان يونس. أما على الصعيد الميداني فالأوضاع منذ ساعات الصباح كان هناك وضوح في عمليات التصعيد العسكري الإسرائيلي، تحديدا على بلدة عبسان كان هناك عمليات قصف مدفعي عنيف، بالإضافة إلى 3 غارات جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية في بين بلدتي عبسان وخزاعة، مع استمرار عمليات القصف المدفعي الذي لا زال متواصلا حتى هذه اللحظة في العموم المناطق الشرقية، بلدة الفخاري، حي المنارة، خزاعة وبلدة عبسان. كل هذه المناطق تتعرض إلى عمليات قصف مدفعي من قبل المدفعية الإسرائيلية، لكن حتى اللحظة لم نبلغ عن وجود ضحايا أو إصابات أو شهداء جراء عمليات القصف المدفعي والجوي العنيف الذي استهدف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس. لكن هنا في مجمع ناصر الطبي تم الإعلان عن استشهاد أحد المواطنين ومتأثرا بجراحه التي أصيب بها في استهداف منزل قبل عدة أيام في بلدة عبسان أو في بلدة بني سهيلة تحديدا، حيث تم قصف المنزل وأدى ذلك إلى وقوع شهداء وجرحى. قبل قليل أو قبل ساعتين من الآن أعلن عن استشهاد جريح، وكان يوم أمس أيضا تم إعلان عن استشهاد عدد من الشهداء أو المواطنين الذين يعني استشهدوا متأثرين بجراحهم. ونقول أن مجمع ناصر الطبي يوجد به حالات خطيرة جدا، وبالتالي كل يوم يتم الإعلان عن شهداء لأنه نقص المعدات، نقص الأدوية، نقص وسائل التعقيم يؤدي إلى تدهور خطير في على حياة المرضى والجرحى في مجمع ناصر الطبي. أما على الصعيد الميداني وعمليات النزوح، الوضع في جنوب في شرق وجنوب شرق مدينة خان يونس لا زال خطيرا بفعل طلبات الإخلاء. الناس جزء كبير من الناس نزح وجزء آخر حقيقة لم ينزح وظل في منزله لأنه لا يعرف إلى أين يذهب. يعني الناس سئمت عمليات النزوح المتكررة، نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 10 مرات الناس تنزح من مكان إلى مكان ومن شارع إلى شارع ومن حي إلى حي ومن مدينة إلى مدينة ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكل المناطق التي يتم النزوح إليها هي بالمطلق غير آمنة. وبالتالي جزء كبير من سكان جزان النجار، بطن سمين، جرة اللود، حي الشيخ، منطقة معن، يعني كل هذه المناطق التي طالب الجيش الإسرائيلي لا زال الناس متواجدين بها مع وجود إخلاءات واستمرار عمليات الإخلاء للمواطنين. شكرا جزيلا لك إبراهيم قنن، مراسل غدا، كنت معنا من خان يونس. شكرا جزيلا.